السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ أمونة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الحلوه، حلوه لاكريم بالشوكولات اللي كتجي لذيذه واقتصاديه تفرحي بها وليداتك. كنتمنى تبقاو معايا لاخر الفيديو. عندنا 5 البيضات، 2 معالق ديال الزيت، 2 معالق ديال الماء، 190 غرام ديال السكر، 170 غرام ديال الدقيق، ساشيه ديال فاني، 2 ساشيات ديال فاني، وحده خماره، و 3 ساشيات ديال الكاكاو. هنا في اناء تناخذوا البيض والسكر والفاني وقبصه ملح ونطربوه مزيان حتى يوليو على هذا الشكل. وهنا تناخذ شويه من الخليط اللي طلعنا، البيض والسكر، تنديرهم على داك الماء والزيت، 2 معالق ديال الماء و 2 معالق ديال الزيت، ونخلطوهم مزيان عاد نديرهم في الخليط. ودابا نبداو ندخلو في الدقيق بشويه بشويه، من تحت لفوق تحت لفوق. ودابا راني ضفت الخماره، وعاد نضيفو 3 ساشيات ديال الكاكاو. ودابا ندوزو للكريمه. عندنا 200 غرام ديال الشكلاط وكاس ديال الكريمه سخون، نكبوه على الشكلاط تيذوب على هذا الشكل، ونغطيه ونديرو في الثلاجه تيبرد. وهنا راه خليته في الثلاجه ساعتين حتى تجمع، ودابا غنشدو غنطربو مع الكريمه. الكريمه نسيطرو ديال الكريمه، درت منو كاس قبيله سخون، ودابا الكماله ديالها باش غنطرب الشكلاط حتى نحصلوا على كريمه متماسكه. وهنا خرجت الجينوازه من الثلاجه اللي خليتها بايته ليله كامله حتى شدات فراسها مزيان، كتجي عاليه وزوينه. ودابا غنقسمها على ثلاثه. صافي دابا نبداو نسقيو فيها. خديت كاس ديال الماء، نص كاس ديال السكر، وقهوة سريعة الذوبان. وهنا ملي كنسرح الكريمة تندير شوية الشوكولاتة الدهن واللوز مهرمش.
وبالنسبة للكلاصاج خديت 120 ديال الشوكولاط، 120 كريمة ساخنة حتى ذاب الشوكولاط، منين دابو عاد درت معلقة ديال الزبدة. صافي هنا تيبقى التزيين اختياري، كل واحد يزين كيبغى. كنتمنى يعجبكم الفيديو، تعجبكم الحلوى. مع السلامة، إلى فيديو قادم إن شاء الله.